السلام عليكم. مباراة الوحدة ضد الاتحاد اليوم، ارغب اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد، ونستمر معكم الأس بدون كتير. يخوض فريق الاتحاد الذي يلعب بين صفوف النجم المصري أحمد حجازي مواجهة قوية أمام نظير الوحدة مساء اليوم الاثنين استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي 2024. تقام بطولة كأس السوبر السعودي 2024 بين الفريقين الفائزين والوصيفين بالدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يلتقي فريق الاتحاد مع الوحدة والهلال أمام مصر. يتأهل الفائز من المباراتين في نهائي كأس السوبر السعودي الذي يقام يوم الخميس 11 إبريل الجاري على ملعب استاد محمد بن زايد. ويتسلح الاتحاد بكوكبة من النجوم أمام الوحدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024، على رأسهم كريم بنزيما وانجولو كانيتي والمدافع الدولي المصري أحمد حجازي وعبد الرازق حمد الله. على الجانب الآخر يأمل الوحدة في تحقيق المفاجأة من خلال مشاركته الأولى أسوة بأربع أندية تمكنت من حصد اللقب في ظهورها الأول والوحيد في كأس السوبر السعودي، وهي الاتحاد والفتح والشباب والأهلي على الترتيب. نتمنى التوفيق للفريقين، مشاهدة ممتعة لحضراتكم. أرغب اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد، ويستمر معكم البث بدون تقطيع.